24/6 بعد خطاب بشار الأسد. جاء الرد سريعا وفوريا على الخطاب الثالث للرئيس، فمن درعا إلى دمشق وحماة وحمص ودير الزور وبنياس وغيرها من المدن والبلدات السورية، جاء الرد واحدا وهو رفض الخطاب جملة وتفصيلا. صدق الكلمة وعفوية الموقف، هذا ما يميز هؤلاء السوريون الذين خرجوا سريعا رغم الخطر والتهديد ليعلنوا رفضهم لخطاب التخوين والتصنيف الذي أراد من خلاله رأس النظام في سوريا تكريس سياسة القمع والإقصاء التي مارسها لعقود. بالمقابل تبدو الصورة مختلفة تماما، فهؤلاء كانوا بحاجة لإشارة البدء كي ينطلقوا في مسيرة التصفيق، انتظروا إلى اليوم التالي عملا بتعميمات مسبقة صادرة عن الوزارات والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى 20 مليون رسالة نصية أرسلت لمشتركي خطوط الهواتف المحمولة في سوريا والتي يملكها ابن خال الرئيس، تطلب من السوريين الخروج تعبيرا عن الوفاء لسيد الوطن وضد الهجمات التي تتعرض لها سوريا، حسب ما تقول الرسالة التي أراد النظام أن تكون موجهة للخارج في محاولة لإظهار موقفه بأنه لا يزال يتمتع بتأييد داخلي. وفيما يبدو أن النظام السوري لم يبقى لديه سوى ابتزاز الناس بأرزاقهم لإجبارهم على المشاركة في تمثيليات مسيرات التأييد ولتشخيص واختزال الوطني بصورة رئيس زائل، يخرج أبناء سورية الأحرار ليؤكدوا مجدداً أنهم في دربهم سائرون لنيل الحرية واسترجاع الكرامة، وأن الصور المؤيدة التي أريد لها أن تكون رسالة للعالم الخارجي لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، لأنها أشبه بشك بالرصيد.